اكو سائل رسائل يقول الشيخ علي، استاذ علي انت تاخذ من الناس فلوس؟ لا والله ما ناخذ من عاد فلوس، هذا كله افتراء. انما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكر. والله ما اخذ من احد ولا درهما ولا فلسا ولا دينار، وعندي مستشفيين في كردستان، مستشفى خيري الطب النبوي، ما اخذ من احد ولا درهم ولا فلس. اي فقير واحد مسكين ما عنده احد نعطي علاج في سبيل الله بدون مقابل، نعطي علاج. اللي فقير مسكين يتيم ليس لدينا فرق، هذا مسلم هذا مسيحي هذا يهودي، نعطي علاج في سبيل الله. أنا هدفي أريد الناس كله يرجع إلى الله حتى يدخل جنات النعيم ويدخلنا بشرع الله. أنا هدفي العلماء والخلفاء والحكماء والرؤساء العلماني والملكين وأي واحد رئيس يحكم بشرع الله. رب العالمين يقول: ومن لم يحكم ما أنزل، اسمع، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فاسقون ظالمون. اللي ما يحكم بشرع الله هو مو مسلم، احكم بشرع الله يا اخواني يا اخواتي. صلوا على سيدنا ولا حبيبنا محمد.